اليوم بروح انتقد عند ابرار، يعني ما شاء الله عليك كنتي مساعد مخرج وبعدين ممثله، شنو سر هالتحويل؟ وهل كان هالشيء قبل الزواج ولا بعده؟ قبل كنت انا معه مساعده مخرج، كنت اقول لهم انا بدي امثل. الله يخليك، انا في طاقه حاسه انا اذا وقفت قدام الكاميرا في التمثيل من وانا صغيره، بس طبعا من اهلي مش ما في، لا بدك تقعدي بالبيت ما عندنا تمثيل. رجع قال لي بس تجوزنا، رجعت قلت له مناف اعطيني فرصه، قال لي انا ما بدي طلعك تمثلي والعالم بس يشوفوك يحكوا لانه انت زوجتي المخرج فوتك على المجال. صحيح. قلت له ما عندي مشكله، انا مره بفصل عن الشغل وعن البيت. قلت له مناف من اول مشهد اطلع فيه فشلت اللي اوت برا. برافو عليك والله جريئه. ايه قلت له كتمثيل اللي اوت انا ما بصلح. خلصنا اول مشهد قلت هلا خلاص رح يمشيني نيكست. قلت لا معقول عم تمزح؟ اقتنع فيك. اقتنع فيني والحمد لله مش الحال. الله يوفقك يا رب. وعزيز شلون شفت اداها كاول مره؟ انبهرت؟ انصدمت ولا كنت متوقع؟ يعني اذا بتكلم عن المجامله يمكن حتى حسن ابني لك الكبير يعني هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه انا كنت رافض وجوده في التمثيل. نعم. يعني لحد ما يخلص يعني دراسته ويستقبل يعني الاعمال شويه شويه. لكن الصدفه يعني الجميله ان ابرار تملك موهبه. اليوم التمثيل لا يدرس مع احترامي. المطرب يعني خلينا نتكلم عن المطربين ايضا، الرسام هاي موهبه من الله سبحانه وتعالى وهي عندها القبول وعندها الحضور وعندها ايضا ادواتها. يعني اليوم وقفت امام العملاق يعني نوجه له تحيه، الفنان الكبير سعد الفرج اشاد فيها، الفنانين اللي معاها اشادوا فيها، حسين المهدي نوجه له تحيه ايضا، كانت ماخذه على الوضع وكانه هي عندها سنوات من هذه الخبره ولا ما شاء الله. يعني هذا الشيء خلاني اعطي يعني ترتاح اكثر، مو بس ارتاح ايضا اغير طريقه تفكيري. اليوم لما انا استقبل مو شرط يعني ممثل اول مره يمثل يعني خايف راح يكون ضعيف، يمكن عنده الموهبه لكن يحتاج شوي توجيه، فانا اعطيتها توجيهاتي. يعني اليوم تلوين في الكلام في الاداء، شلون اركب الشخصيه، شلون اقرا تشوفها اكثر باي لون باي خط. يعني هي تو بداياتها، احنا ثاني عمل معي. العمل الاول ياسين عبد الملك الان ملفات منسيه. تجاربها جميله، مسويه ثنائي حلو مع نوجه لها تحيه مرام ايضا. لا حلو ما شاء الله عليك.